رمضان كل اللي معاك برمضان؟ لو مش فاهم بص معانا وانت هتت رمضان وياه. براري 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 من اول ضربة مدفع الدنيا بتترمضان فيه، كان غدا بس لما ابتدى بقى اسمه فطار نتلم عليه، وسحور كأنه فطار بيلم لسبع جار، نسهر لطلوع النور والنايم بنصحي. رمضان رمضان ده رمضان هات رمضان رمضان ده هات رمضان رمضان ده رمضان هات رمضان رمضان ده هات رمضان رمضان ده رمضان هات رمضان رمضان ده هات رمضان رمضان ده رمضان هات رمضان رمضان ده ده ريموت رمضان بقى بيلف يدور زي المجنون، دايخ بين ألف مسلسل مستنينا في التلفزيون، وده حتى السفرة بتظهر فيه والنيش مش بنخبيه، تقسمته بطولة عالم والجولف بجولدن جول. بدأت القنوات الفضائية عرض إعلانات رمضان لهذا العام، وظهر الفنان عمرو دياب بأغنية جديدة لصالح إحدى شركات المحمول، وتضمن الإعلان ظهور خاص لأسرة محمد صلاح. بينما عادت دنيا سمير غانم إلى عالم الإعلانات، حيث أنها ظهرت في فيديو كليب غنائي لصالح إحدى شركات المحمول، كما ظهر أيضا الفنان حسين الجسمي في إعلان يظهر لمة الأسرة على إفطار رمضان، وقدم أغنية لصالح إحدى شركات المحمول. والأغنية من كلمات نصر الدين ناجي ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي. وفي سياق آخر، كان نادي ليفربول الإنجليزي حرص على تهنئة محمد صلاح قائد المنتخب الوطني بحلول شهر رمضان بطريقة مختلفة، ونشر ليفربول عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحتوي على صور لمحمد صلاح على أنغام تتر المسلسل الكرتوني الشهير بكار، والذي غناه المطرب محمد منير. وعلق الحساب قائلا: هذا العمل الرمضاني الأيقوني وصف صلاح قبل 20 عام. وهنأ محمد صلاح نجم المنتخب المصري الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك. ونشر الفرعون المصري عبر حسابه على تويتر تغريدة قال فيها: رمضان كريم على الجميع وكل سنة وانتم طيبين.